سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامنا طبعا للاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب طيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي، انا عايز اعرفك قول من وش يلا. بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا ما اعرفهاش، ظبط الفرقة والدنيا عربوني. عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل. معلش هو عربون قصير شوية لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد، هلبسكوا لبس غريب. رمزي. نعم دوله. روح هات الهدوم يلا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيتك. ستوب. جمع ولفه ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفه فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد؟ هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعه لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دوله بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الراس يا دوله. بس يلا بس يلا، سخنت على الراس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفه. يا دوله انا لو خدت فرصه واحده بس في حياتي في الرقص دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقاصه؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دول. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دول يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة على الزين. الصلاة على الزين. الصلاة على الزين. الصلاة على الزين. مينا اهو واحد القطرين. مينا اهو واحد القطرين. دي 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 راع. 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 الحب الحب الهجر الهجر يا. الحب الحب الهجر الهجر يا. دولة 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 حلاوتك مش معقولة. يلا ولا ولا ايه 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 المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دولا بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا انا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شويه تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي. يا اهلا اهلا نورت الدكانة دي كلها حضرتك. والله بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%. موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تديله البضاعة ببلاش وتديله فوقيهم 30-40%. لا 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 ما بحبش اخد حاجة ببلاش، الفلوس كتير، اهم حاجة ان انتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ افهم من كده ان حضرتك متجوز؟ لا لسه متجوزتش، الجمعة الجاية ان شاء الله. ايه ده؟ تتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوه ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. حضرتك لا لا معلش معلش، حضرتك يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني.
زفه فرعوني حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركب، والعروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا روح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده اهو، لففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير، يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل من الهرم الكبير، نازل جري، نازل جري خايف. ليه 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 ليه, ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه، نقوم واخدين العروسه وموديينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل، وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص. بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا، سايبك قدام العالم كله. زفة فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفة فرعوني. والزفة دي على فكرة مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفة دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شو يا دون؟ ايه كتير كتير ده؟ ايه 2000؟ مبروك 2000 مبروك. الزفة دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه الألف بقى اللي انت عامل حسابك عشان زفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده، قادر 500، قادر 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي، متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله، تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هتجيب لي مريالتين السنه دي؟ هجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه. هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. بقول لك ايه عادل، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. كده انت طمنتني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل انا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، او يكاد يكون مستحيل تحقيقه اصلا، بس هو طلب يلح عليا اني اطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي انت عايزاه. هو انا عندي طلب يعني هو معنوي قوي. ايه هو بقى؟ انا نفسي اتزف. تزفي قوي قوي؟ انت ممكن لو لبست بيجامه من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع، العيال الصغيره كلهم هيزفوا. لا يا عادل انا عايزه اتزف زفه فرعوني مش زفه عيالي. زفه فرعوني؟ بص يا رانيا هيبقى صعب اوعدك بحاجه زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني ان انا استغليت المهنه الجديده اللي انا شغالها وبزف مراتي. انا مش عايز احراج، مش عايز احراج. بعد اذنك يا رانيا انسي موضوع الزفه ده خالص. فرح الأرديحي ده. هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، أنا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي، زفة فرعوني هتعجبك قوي. أنا حايس عنك إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي إيه؟ الزفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر. نزل لي بقى العريس والعروسه عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش، الزفه 100 100 يا معلم. يلا يا فنديه، 1 2 3. اقصوا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله وحفلوا اللي قالوا. زوروا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله. عريس قمر وعروسته مسلة، جاب
تشجعوني لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم. كنا عملناها في المتحف احسن. متحف ايه؟ ما المتحف مش فاضي حضرتك، سيبوه اسيبنا لو سمحت يكمل شغله. زوروا المصر.